بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم في فيديو جديد من الزمن الجميل. النهاردة بقى جايبين البيجامات الكاستور الرجالي، عندنا السادة زي اللي شايفينها آخر شياكة، وكمان المقلمة. تمام، مش كده وبس، ده احنا عندنا النهاردة كمان البنطلونات الكلاسيك، وعندنا البنطلونات الجينز بكل المقاسات يا جماعة، وكمان البدل، علشان لو حد محتاج حاجة زي كده ان شاء الله دايما كل حاجة تحتاجوها تلاقوها في قناتنا بإذن الله. ده غير بقى كمان النهاردة طبعا بطل الحلقة الأرباب الحلوة دي. يلا بقى ندخل على الفيديو ونروح كده رحلة للزمن الجميل. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك. النهاردة جايين نصور من عمر افندي. عمر افندي فين؟ انه فرع، احنا طبعا في اسكندرية، هنا فرع ثروت. لو حضرتك جاية من الترام اركبي اي ترام هتنزلك محطة ترام ثروت قدام مانا، في مانا اهو، هو بقى الناحية التانية عمر افندي اهو، وبرده من على البحر على فكرة قريب، يعني البحر قريب جدا عند اللي هي العمارة الصفرة دي، البحر برده اللي منزلني عند ثروت عند مدخل عمر افندي، بس كده سهلة جدا. تمام، يلا بقى ندخل ونشوف الجولة بتاعتنا. عليكم. زي حضرتك، عامل ايه؟ النهارده بقى في عمر افندي عايزين نتعرف على الحاجات اللي هي البيجامات الكاستور الرجالي، اسعارها ومقاساتها وكل حاجه عنها، والارواب طبعا وكله. تمام، فين بقى يا استاذ ثابت؟ ماشي، هو على المانيكان ده الاول، هو ده البيجامه ب 260 جنيه يا جماعه، مقاسات والوان. تمام، ايوه، من 200 على حسب المقاس يعني كذا شركه يعني. طيب نتفرج بقى نشوف حاجات تانية، تعالوا نشوف اشكالها. هم الشكلين دول بس ولا في تاني بقى؟ لا، هو الشكلين بس، كذا شركه. ده في ساده كمان. طيب ثواني بقى، الساده ده بكام؟ 245. اصلا دي يعني غايه في الشياكه والله، شيك جدا. ايوه، هنا في عمر افندي عاملين تخفيضات. يعني يعتبر عروض. ب 200 كام؟ 245. 245 لغايه مقاس كام يا استاذ ثابت؟ في لغايه 58. لغايه 58 4 اكس. ممكن توريها لنا كده حضرتك تمسكها لنا؟ بصوا يا جماعه الشكل. لغايه 4 اكس. الله ينور عليك. تمام، ايه تاني بقى؟ نشوف حاجه تانيه. في لون تاني على فكره يا جماعه، شفنا الجراي، في اللبني، في درجات من اللبني بقى. دي ب 270 لغايه 3 اكس. بصوا شكلها عامل ازاي، تعالى اوريكم التفاصيل بتاعتها. وهنا الياء اهي، تمام، وجبين وحاجه عظمه خالص. تمام، الله ينور. المقلم بقى، بصوا يا جماعه 260. الشكلين دول واللي على المانيكان بس. حلو قوي. دي بكام قلنا؟ 260. ايوه، مقاسات والوان. تمام، الله ينور. في ايه تاني الحاجات برضو المتوفره هنا في عمر افندي؟ كتان. ايوه، ده بيمشي في الصيف والشتاء. تمام، 380 جنيه. مقاساته كام؟ مقاساته من 50 او من 48 لغايه 58. من 48 ل 58. تمام، بكام يا استاذ ثابت؟ 380. 380. يعدي 500 جنيه. لا ما شاء الله. بصوا يا جماعه، الكتانات والحاجات القمر دي، لا زي الفل. والجيوب دي جيوب حقيقيه ولا هي زينه؟ لا، جيوب حقيقيه. جيوب حقيقيه؟ طب تمام، مفيش منه الا لون البيج ده؟ لا، في مجموعه الوان. ماشي، ممكن نشوف الوانه. بصوا يا جماعه، في كمان عندنا اللون اللي هو اللبني ده او البترولي اهو. بصوا ده جميل خالص، ده برده شيك قوي، حلو جدا. وده كمان اهو، واللون البني بقى، البني الغامق والزيتي. والزيتي حلو قوي. دي بالنسبه للجواكت. في بنطلونات كمان. بنطلون الجبردين. ايوه، 150 جنيه. 150 جنيه البنطلون الجبردين. قماش ولا تمام؟ والله بصوا يا جماعه، بس هو ايه اللي تحت بقى ده؟ انتوا هو بيبقى شكله كده، بيبقى عادي خالص على اساس اللي ممكن يتنى. تمام، ايوه حلو قوي، ب 150 جنيه. الوانه بقى، الوان رمادي وبيج وبني واسود وكحلي. تعالى كده نشوفها، ادي البيج اهو، ادي الكحلي، ادي الرمادي. لغايه مقاس كام يا استاذ ثابت؟ لغايه 58. وعندنا كمان لون تاني اسود. واسود اهو، طلعه لنا كده. ايوه تمام، حلو جدا، الله ينور. تمام، في كمان جنس رجالي هنا، مقاساته قد ايه؟ من 31 لغايه مقاسه 62. لغايه 62 ده بكام؟ ده ب 185 بعد الخصم. 185 بعد الخصم. في منه بقى عرض بقى لغايه امتى؟ لغايه فتره معينه؟ لغايه نفاذ الكميه؟ يعني لغايه نفاذ الكميه. تمام، عندنا الغامق وعندنا الفاتح، عندنا البلو، وعندنا البيبي بلو برده. تمام، في برده ايوه، في اهو حاجات حلوه قوي عشان الناس اللي عايزه برده حاجات زي كده. في الاسود كمان.
البنطلونات هندخل على البدل بقى، عشان لو حد عنده مناسبه، حد بيروح بقى فورمال كده في الشغل بتاعه. آه بكام يا استاذ؟ ب 500. ب 500 ممكن حضرتك توريها لنا؟ بصوا يا جماعه ب 500 هي سيمبل خالص، يعني في منها اللون اللي هو الازرق ده والاسود. بصوا شكلها عامل ازاي، انا بس عايزه افرجها للناس. ادي جيب اهو، وادي الجيب التاني، وادي كده تمام. ب 500 ب 500 500 مقاساتها بقى؟ مقاسات من 52 لغايه 58. من 52 ل 58. نتفرج برده عليها كده واحنا ماشيين برده نشوفها. ادي الوان بقى البدل موجوده متوفره، يعني كل انواع البدل. ان شاء الله. وهي لونها كمان تشكيل تاني. الفرع هنا بيفتح كل يوم؟ كل يوم. ايوه، من الساعه 9:30 لغايه الساعه 11. لغايه الساعه 11، من 9:30 الصبح لغايه 11 بالليل. بصوا يا جماعه الوانها عندنا الكحليات والاسود. ايوه، والجراي والحاجات دي كلها تمام. في انا شايفه جواكت صغننه بقى للاطفال دي يا جماعه نازل عليها 50% خصم، من 200 جنيه نازل ل 100 جنيه. ل 100 جنيه حلوه قوي. دي ووتر بروف دي ولا ايه؟ ووتر بروف. تمام، ووتر بروف اهي. تمام، الله ينور. بصوا يا جماعه بقى الارواب بتاعت افلام بقى ايه يوسف وهبي والحاجات الحلوه بتاعت زمان دي. الروب دي شومبر ده رئيسي. اتفضل يا استاذ. عندي الساده بيعمل 450 جنيه. ده الساده؟ اه. ما فيهوش بقى حاجه تانية ولا هو بس كده؟ ملهوش مثلا حاجه شبشب او كده؟ لا تمام. ساده. ايوه. آه ب 450 وبره بيتباع ب 600 وطالع. ده هنا ب 450. ده قماشه ايه ده؟ ده صوف. ده صوف يا جماعه. بصوا الشياكه والاناقه. طب وعلى فكره تقيل قوي. لا انا بمسكه لقيته تقيل قوي. ممكن بس تورينا الوانه استاذ؟ اتفضل. بصوا يا جماعه ادي الوانه اهي. عندنا الجراي الفاتح، عندنا الكحلي تمام، عندنا البني، وفي اللبني كمان. ايوه الله ينور. عرفنا سعره. بس المقاسات بقى اخبارها ايه؟ كل المقاسات يعني من لغايه 50 لغايه 56. لغايه 56 تمام. عندنا ايه تاني؟ نفس الروب بس بقى كاروهات. اه ده بيمشي صيف شتاء. صيف شتاء. ممكن حضرتك تورينا وخامته ايه؟ الصوف بس على خفيف. صوف خفيف بقى اخف من التاني. ادي ده شكل كاروهات اهو. بصوا يا جماعه الشكل والجمال والحاجات الحلوه دي. وفي ده كمان. دي مجموعه الالوان بتاعته. ايوه. ده لغايه مقاس كام؟ برضه من 50 لغايه 58. 58 ماشي. ونشوف كمان الاثنين دول. بصوا يا جماعه الجمال ده برضه حاجه ثانيه اهي. شبابي خالص اهو، جميل ما شاء الله. برضه نفس السعر. نفس السعر. حلو جدا. شاكرين يا استاذ سامي. الله يخليك. في بقى كمان عندنا قمصان، عشان اللي محتاج نجيب بدل نجيب قمصان بقى. القمصان دي بقى ايه، كتان ولا قماشه ايه؟ صوف. صوف؟ اه. ب 160 جنيه. ب 160. في منها الساده؟ في في كاروهات منه، هو اللي موجود حاليا الكاروهات. الكاروهات. وبالنسبه لده اللي في ايد حضرتك ده؟ هو نفس الصوف. تمام. 160. 160 جنيه والكاروهات برده 160؟ ايوه. صوف ولا قماشه ثانيه؟ صوف. ممكن نشوف كده اشكال منه برده عشان الناس تشوف برده الحاجات الحلوه دي، ان في ناس بتدور على حاجات زي دي ممكن ما تكونش لاقياها. ادعوا لي بقى دعوه حلوه بقى واعملوا لايكات كتير. ربنا يخليك. بصوا يا جماعه اه، يعني في الوان من الكاروهات كذا لون. كذا لون. وبالنسبه للساده والمقاسات موجوده. اه. لغايه مقاس كام؟ لغايه 58. لغايه 58. حلو قوي. الله ينور. والالوان دي مش والسعر كمان مش هتلاقيه بره. ولا السعر ولا الالوان. الله ينور. طبعا ده بقى اهو السيشن اهو بتاع القمصان كلها. ادي كل دي الحاجات الكاروهات، وفي مقاسات كبيره كمان زي ما قلنا زي ما حضراتكم شايفين اهو. بصوا البيجامه اهي اللي هي الساده على المانيكان اهي، دي الساده اهي جميله قوي الكاستور. أيوة. اللي احنا قلنا بكام دي؟ 240. دي ب 240 وقلنا كل المقاسات فيها. على فكره يا جماعه مش كده وبس، ده في كمان حاجات داخليه صح يا استاذ؟ ايوه. في كل المقاسات تمام هنشوفها. دي بقى القسم اللي هو الداخلي موجود حاجات جل. ايوه. في طقمه وفي مثلا حاجات فرداني. في كل قطع كل حاجه لوحدها. يعني كل قطعة لوحدها. اه كل الحاجات يعني. اه موجود. تمام كل الحاجات موجودة يا جماعة. منتجات جل كلها. موجود منتجات. في حاجة تانية اسمها سوبر فيستا. ايوه. فين دي؟ سوبر فيستا. دي اه سوبر فيستا. عندنا سوبر فيستا وعندنا جل وماركات ايه تاني؟ عندي جيت. اه وجيت كمان. جيت قلنا برضو نقول لكم الحاجات دي. وفي شرابات على فكرة، في كل انواع الشرابات. كل النوع يعني. الاسعار الداخليه بكام يعني؟ مثلا بتتحول بتروح من كام لكام؟ عندي حاجات بتبدا من 40. ايوه. 52. لغايه 52. وبالنسبه للجل 65 النص كم. اه. الاسبور ب 50 جنيه. تمام. السبور اللي هي المكم. لا الاسبور اللي هو الكت. السبور الكت بكام؟ ب 50. ب 50. بجل التصدير. ايوه بجل تصدير. واي مقاس نفس السعر؟ نفس السعر.
حلو قوي. الله ينور. السوبر فيستا من الاسي 2 ل 43 جنيه. 43 جنيه. وبالنسبه للمسات الشاذه ب 48 جنيه. قصدك المسات الخاصه يعني؟ ايوه. 87 و9 ب 52 جنيه. ب 52 جنيه المقاسات الخاصه في لينات او حاجه او حاجات ثانيه. تمام الله ينور. في بقى الشرابات كمان موجوده يا جماعه. ده قطن 100%. ايوه. بيبدا من 17 ل 57. ايوه. يعني انا عندي لغايه 34 جنيه. لغايه من كام؟ من 17 من 17 لغايه 34 جنيه على حسب بقى الشراب. ايوه. يعني كل حاجه موجوده هنا في عمر افندي. احنا بنشكر حضرتك جدا استاذ ثابت. بنشكر حضرتك ويا رب كده يكون ان شاء الله جايتنا حاجه كويسه عليكم. الله يخليك يا رب. يا رب ربنا يخليك يا رب. الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.